السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل على الغوة التوال. النهاردة في حمامتين كده هوت عندهم برد، تمام. طبعا اول حاجة لقينا الحمام كمشان وفي عطس، بيعطس الحمام، بيعطس، فده كده عرض برد، فلازم نلحق البرد في اوله علشان ما يقلبش معانا بعد كده بتنفسي، تمام. فاحنا هنسمي الله كده هوت. طبعا هذه كده اهي ده الذكر والنتاية، هنا دول هم دول اللي عندهم البرد، تمام. الحمام برضو كمشان وبتاع واللي هو خلاص داخل برد، فلازم نلحق البرد في اوله علشان ما يقلبش معانا بتنفسي. زي ما قلنا قبل كده احنا قلنا على علاج البرد بس مش عملي، تمام. دلوقتي هناخده عملي، تمام. طبعا بننظف السرنجة بتاعتنا كده، تمام، ننظفها، هي طبعا مغسولة بس برضو ايه بتنظفها. ادي احنا كده بنسحب المية ونحطها في كوباية هنا، تمام. ادي كده 6 سنتي مية. طب 6 سنتي مية دولت هنروح حاطين عليهم، او انا عايزكم تبقوا شايفين بس، هنروح حاطين عليهم حبيتين ايه دولت، ده تطرسيد، تمام اهو، تمام. انا مش عارف هيبقى باين ولا اهو، ده تطرسيد، تمام. ما لقيتش التطرسيد هات تدراسايكلين، ما لقيتش التدراسايكلين هات اوكسي تدراسيد، تمام. الحاجات دي بتبقى شحة في الصيدليات شوية، يعني الحاجات دي بتبقى مش موجودة في الصيدليات شوية كده، بس هتلاقيها. طب ما لقيتهاش في الصيدليات هتجيبها من سوق الجمعة، موجودة في سوق الجمعة وكتير جدا كمان، تمام. ادي حطينا حبيتين تدراسيد على 6 سنتي مية، وهنقلب كده، تمام. هنقلب التدراسيد في المية كده، تمام. طبعا تدراسيد المادة بتاعته الفعالة بتبقى صفرة زي ما انتوا شايفين كده، تمام. طبعا في ناس بتروح جايبه الحبايه زي كده كانها لسه يعني ما فتحتش، اهي ادي الحبايه اهي، تمام، وتروح بلها في شويه ميه وتروح مديها لفرد الحمام على طول في بقه. طبعا ده غلط، لان الجيلاتينه ديت بتعمل انسداد في الحصاله بتاعت فرد الحمام، فده كده امن واحسن واسرع، لان انت بتحط له الماده الفعاله بتاعته على طول، تمام، فده احسن. بعد ما بتقلبها كويس كده اهو هناخد 3 سنتي، تمام. ادي 3 سنتي اهو، تمسك فرد الحمام كده اهو، تمسك فرد الحمام كده اهو اللي عنده البرد دي. طبعا كشه، يعني هي كانت كشه وعماله تعطس، تمام اهو. تمسك فرد الحمام كده بتدوس على مناخيره كده بتشوف في مية ولا مفيش. طبعا الحمد لله ده مفيش، يعني مفيش الحمد لله رشح، تمام. تفتح فرد الحمام كده اهو، بق فرد الحمام كده تديله 3 سنتي، ودي قطارة، تمام. القطارة دي فيها تدراسيد برضو، فيها تدراسيد برضو، نروح مديين نقطة في المراخير دي ونقطة في المراخير دي، تمام، وتسيب فرد الحمام. وناخد اللي بعد، تمام. هادي فرد الحمام اهو، نمسكه كده اهو، وادي 3 سنتي بتوعه، تمام. ادي 3 سنتي بتوعه، بتعدي
فتحة التنفس او فتحة القصبة الهوائية، تمام، وادي نقطة في المناخير دي ونقطة في المناخير دي، بس كده. ده كده علاج البرد علشان ما يقلبش معاك بتنفسي ويتعبك بعد كده، تمام. والتنفسي لو قلب معاك بتنفسي قلنا برضو هتديله التدراسيد والدوكسيمايسين، حباية دوكسيمايسين والفينادون سنتي شراب، فينادون سنتي شراب. وطبعا برضو هتلاقي حلقة عن التنفسي موجودة على القناة، تمام، هسيب لكم برضو الرابط بتاعها في الديسكريبشن تحت. تعالوا بقى ايه نشوف كده في اخر التطورات عندنا، تمام، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده احنا لقينا القص ده، قص بمنايده دوت، ده الدكر اهو اللي عمال يشخور دوت، ده الدكر اللي قلنا هندي له، تمام، زي ما انتم شايفين كده. وادي القص الريحاني، حصه حصوايه واحده برضو نفس الموضوع، تمام. ناخد بس ده كده اهو، ادي الحصوايه ايه زي ما انتم شايفين كده، حصوايه واحده، تمام. فبرضه هي محتاجه كالسيمات، بس كويس ما كانتش بتحصي خالص، كانت قطعه حصى وكانت مريحه، فمعنى ان هي بدات تحصي كده اهوت، يبقى احنا كده الحمد لله شغالين صح. والقص ده زي ما قلنا لقيناه، تمام، القص دوت لقيناه، يعني ده الذكر اللي هو ابن النتايه اللي معاه دي، وبعد كده قلنا هندخل دم جديد. وادي ده الدكر الحبشي ونتاية الكريزلي، طبعا دول لسه محصوش اهو، الطاجن فاضي اهو، ادي الطاجن فاضي اهو، تمام. والقص ده برضو لقيناه اهو، حطيناه في المستوى عشان تبقى واسعة، تمام، وهم لسه برضو محصوش، تمام. وادي دي النتايه اللي شرب بندق، قلنا عايزين نجيب لها دكر وندهولها، تمام. ده القصر الريحاني اللي قلنا حصه، تمام. كنت عايز اوريكم بس حاجه كده، لقطه كده، ادي هنا مكتوب ايه، قصر ريحاني اولى وتانية. طب الاولى امتى؟ 15/11، يعني الحصوه دي اتحصت يوم يوم 5/11، يوم 5/11، بس الحصوه التانية طبعا ما اتحصتش فما كتبناش. ايه اهميه الكتابه دي؟ ان انت تبقى عارف ميعاد فتح الحصوه دي امتى، تمام. دي برضو لقطه قلنا نعملها. طبعا انت مش عايز تكتب على العين ولا عايز تبهدلها، طبعا انا كتبت على العين لان ما كانش عندي الدبوس عشان ادبس الورقه فيها، تمام، انما انت بتدبسها بورقه هنا كده، تكتب على ورقه عشان تعرف تشيلها وتحطها براحتك، تمام. ادي النتايه اللي شرب وندو اهي، تمام. طبعا خرطنا جناح زي ما انتوا شايفين كده الطريقه دي، بتسيب الصمه والعديله وبتدي تخرط من بعد الصمه والعديله، تمام. وادي الجناح الثاني زي ما هو، تمام، هي ده راميه الريشه دي كده اهوت، يبقى هي عليها كده ايه، الصمه والعديله وعديله العديله، عليها تلات ريش كده، تمام، فاضل لها تلاته. طب التلاته هتضرب تلاته في 15 هتديك كام؟ تلاته في 15 هتديك 45 يوم، تمام. فهي كده قدامها حاجه بتاعت 45 يوم او ايه كده، يعني عشان تبتدي تشتغل، فاحنا ممكن نشغلها وهي عليها الصمه علشان ايه ننجز، بس هي الاحسن والافضل ان هي تشتغل لما تخلص ريش خالص، تمام. دي كانت حلقتنا النهارده، ما تنسناش بقى في دعواتكم لايك للفيديو، اشتراك في القناه، واعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.